والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مراسل القاهرة من عدن، مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي، أهلا بك. أهلا وسهلا. هل لك أن تصف لنا المشهد أستاذ إياد؟ نعم، كان هناك بيان للحوثيين صباح اليوم تحدثوا عن استهداف كل السفن القادمة إلى البحر الأحمر والتي ترفع الأعلام الإسرائيلية كذلك أو التابعة للشركات الإسرائيلية أو السفن التجارية التي لها علاقة ب يعني الشركات التجارية الإسرائيلية. بعد هذا البيان أعلنت الجماعة أنها اقتادت سفينة إلى البحر الأحمر أو إلى سواحل البحر الأحمر بعد أن اختطفتها من عمق البحر. بحسب المصادر وثيقة الاطلاع لنا نحن قبل لحظات أن السفينة على متنها أكثر من 52 شخصا، لكن لم يكن هناك تأكيد بأن هناك يعني إسرائيليين على متن السفينة، إنما من جنسيات أخرى. السفينة هي يعني موجودة في لدى الحوثيين، وكذلك طاقم السفينة موجود لديهم وهم راهن التحقيق بحسب. نعم، لكن إياد يعني هل لك أنت يعني توصف لنا أين كانت متجهة هذه السفينة بالتحديد، والمكان الذي يعني استطاع الحوثيون أن يستولوا عليها فيه، وهل هناك مثلا إحصائيات بعدد من يتواجد في هذه السفينة؟ هل هي سفينة تجارية فقط أم أن هناك عدد كان متواجد عليها من الركاب؟ السفينة هي تجارية ترفع علم جزر، يعني هي كانت قادمة من تركيا باتجاه الهند، على متنها 52 شخصا كانوا على متن السفينة في أعماق البحر، يعني نتحدث لم تكن على قريب من السواحل، لأن الحوثيين سبقوا أن هددوا. هي سفينة شاحن وترفع علم جزر البهاما كما تحدثت قبل قليل. من هم عليها؟ هم على قيد الحياة، وحاليا التثبت من جنسياتهم من قبل أجهزة الحوثيين بحسب المصدر المطلع. الحوثيون يعني لم تكن هذه الحادثة يعني الوحيدة، هناك قبل 4 أيام تم احتجاز سفينة أخرى، ربما تم إطلاق سراحها أم لا، لكن هناك مصادر تحدثت عن احتجاز سفينة. السفينة كانت قادمة من تركيا بحسب المصدر في طريقها إلى الهند. لكن إياد يعني إياد هذه السفينة كما يقول الجانب الإسرائيلي إنها يعني مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية فقط، ولكن يعني ليست إسرائيلية بالمعنى الحرفي أو المفهوم، وليس عليها بحسب الجانب الإسرائيلي أي من الركاب الإسرائيليين، فماذا عن صحة هذه المزاعم من قبل الجانب الإسرائيلي؟ بالتأكيد المعلومة حقيقة لم يكن عليها أي يعني الشخص من الجانب الإسرائيلي، وإنما هي سفينة ترفع علم جزر البهاما وهي سفينة تجارية، يعني هذا بالتأكيد كانت في طريقها من تركيا إلى الهند وعلى متن طاقم دولي، يعني لم يكن هناك أي إسرائيلي على متن السفينة، وهذا بحسب مصدر مطلع من الجماعة نفسها، يعني أنهم لم يعلنوا عن أن السفينة هي إسرائيلية بالطبع، إنما ترفع جزر البهاما على مثل هذا العدد، وهو طاقم دولي كانت مرة في أعماق البحر لم تكن قريبة، يعني هناك تحذيرات من الحوثيين بالطبع، لم تكن كل السفن تقترب من السواحل اليمنية أو على مقربة من الحوثيين. الحوثيون هم يسيطرون أو يتواجدون على قرب يعني الساحل المحاذي ميناء الحديدة وأيضا الصليف ورأس عيسى باتجاه مدينة الحديدة باتجاه مدينة الحديدة جنوب غرب البلاد. إذن إياد هل سوف يكون هناك أي رد فعل واضح من قبل إسرائيل؟ ربما نحن لا نستطيع أن نجزم بهذا الشأن، لكن هناك تهديدات وهناك فعل ورد فعل بالتأكيد، هنا كل الأطراف يتوقعون رد فعلها، لأن البيانات الإسرائيلية تحدثت عن أنها حادثة خطيرة ربما تؤدي إلى
يعني إعاقة الملاحة الدولية في سواحل البحر الأحمر. وكما نعرف جميعا أن اليمن موقع استراتيجي هام تربطه يعني مضيق باب المندب، وهو مضيق حيوي وتمر كل السفن من هذا الممر الدولي. وبالتالي فإن الملاحة الدولية يعني جانب من المنطقة وليس فقط لإسرائيل، ولهذا ربما يعني هناك فعل ورد فعل، نتوقع رد نعم. فعل من الجانب الإسرائيلي. لكن رد الفعل من الجانب الإسرائيلي هكذا وصفته إذن إياد، لكن ماذا عن رد الفعل من جانب الحوثيين، وخاصة أنهم تحدثوا على تأكيدهم على استهداف أي سفينة إسرائيلية، وأيضا الحديث حول أنهم سوف يصدرون بيانا بعد قليل حول ما حدث؟ نعم، الجماعة أعلنت أنها ستصدر بيان بعد قليل للمتحدث العسكري للجماعة. يعني نحن ننتظر ماذا يعني ستكون هناك النتائج، يعني هل سيوردون الحقيقة كما لدينا من معلومات مؤكدة. طبعا ننتظر، هناك أنباء أن البيان العسكري سيتحدث فيه عن ملف السفينة، نتوقع ربما الإفراج عنها، نتوقع ربما يعني الحديث شأن تفاصيل أكثر، لماذا تم الاعتراض على السفينة، لأن هناك أحاديث وأيضا اتهامات من قبل الحوثيين بأن السفن دائما ما تشوش حركة أو أجهزة الرأس، وإنها تموه و يعني لا تعطي إشارات لأجهزة الرقابة التابعة للجماعة. وإن هناك يعني كما تحدث زعيم أنصار الجماعة قبل أسبوع في كلمة متلفزة. نعم. إذن شكرا لك إياد الموسمي، كنت معنا من عدن مراسل القاهرة الإخبارية.